محمد خضير الشريك المدير في خضير والشركاه والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار في مصر، لنتحدث عن تداعيات الحرب المستمرة في روسيا وفي أوكرانيا، طبعا الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد المصري. أهلا بك سيد محمد معنا. يعني من الواضح أنه هذه الحرب تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، إلى أي مدى من الممكن أن تستمر هذه التداعيات، وما ممكن أن تقوم به الحكومة المصرية من أجل تقليص هذا التأثير السلبي؟ أعتقد الدكتور مصطفى مدبولي امبارح بوضوح ويعني قال مسألة غاية في الأهمية، هي أن محدش أعتقد في العالم كله يقدر يتوقع مدى وأثر هذه الحرب هيمتد قد إيه. دي مسألة الخبراء الاقتصاديين كلهم احتاروا فيها، ومحدش يقدر يحدد المدى والأثر. كل اللي احنا نقدر نحدده هي المخاطر اللي واقعة على الاقتصاديات المختلفة والدول المختلفة، وآليات التصدي لده في المرحلة دي متنوعة، وهو ده اللي اتطرح امبارح في خطة الدولة المصرية اللي تمت بناء على إعلان رئيس الجمهورية في نهاية شهر رمضان. فالمرحلة اللي جاية هتشهد طب واحدة من هذه ربما واحدة من هذه الآليات كانت يعني أشار إليها الوزير مدبولي، وهي أنه مصر تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار يعني مكافحة هذه الآثار للصعوبات الاقتصادية المتأتية طبعا من التوترات الجيوسياسية. ما هي المحفزات الآن المطلوب تقديمها للقطاع الخاص برأيك للصمود أمام هذه التداعيات؟ هو بكل تأكيد امبارح كان في المؤتمر الصحفي مسألة غاية في الأهمية، لأن حضرتك أكيد بتسمع بعض الانتقادات، وإحنا الحقيقة الحكومة الحالية عندنا حكومة زي ما قال رئيس الوزراء من بين الناس، فبتسمع الانتقادات دي بدقة شديدة وبترد عليها. امبارح كان في رد مهم جدا، إن الدولة المصرية بما واجهته من تحديات في السنين اللي فاتت كان لازم يحصل تدخل على مستوى الحكومة في حجم الاستثمارات اللي مطلوبة في البنية التحتية والمشاريع الرئيسية من الطاقة وغيره، لأن بدون ده ما كناش هنقدر النهاردة نتكلم عن آليات تحسين مناخ الاستثمار. بالنسبة لآليات تحسين مناخ الاستثمار، وهي الخطوة المكملة للخطوات اللي قامت بها الدولة المصرية، تحسين مناخ الاستثمار ده محتاج مقومات كتير قوي، منها السياسات الاستثمارية، منها الحوافز الاستثمارية، وتفعيل أكثر لأحكام قانون الاستثمار، وده اللي أعلنه رئيس الوزراء. فهدي لحضرتك مثال بس واحد علشان طبعا الوقت مش هيسع، مسألة الرخصة الذهبية اللي تحدث عنها رئيس الوزراء، هي دي في حقيقتها إيه؟ دي في حقيقتها أنها بتتيح أن المستثمر يجي يتفق مع الدولة المصرية النهاردة، وتاني يوم ياخد موافقة واحدة تخليه يشتغل على مشروعه أيا كان، صناعي، زراعي، إنشائي، تاني يوم بموافقة واحدة من مجلس الوزراء مجتمع ممثلا في رئيس الوزراء، علشان تمنح الفرصة أن أنت تجذب الاستثمارات الاستراتيجية الضخمة داخل الدولة. إضافة إلى ده، المادة 11 من قانون الاستثمار بتنظم الحوافز الخاصة اللي بتمثل تخفيض على الوعاء الضريبي للمستثمرين اللي بيقيموا مشروعات في المناطق الاستثمارية المحددة جغرافيا وقطاعيا على حسب احتياج الدولة المصرية. فلما تم إعداد قانون الاستثمار نص يعني سيد محمد من الواضح أنه هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من التخفيضات الضريبية أو كل هذه المحفزات تأتي من جانب الحكومة، ولكن ماذا عن محاولة الحديث عن استقرار نقدي؟ كنا قد سمعنا قبل تقريبا شهر من الآن عن هذا التغيير في سعر صرف الجنيه المصري، ماذا يحتاج المستثمر الأجنبي من استقرار نقدي حتى تجتذب مصر هذه السيولة؟ الاستقرار النقدي الحقيقة زي ما حضرتك عارفة في نوفمبر 2016 تم تحرير سعر الصرف، وهو ربط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي بسعر محدد، فأصبح المسألة عملية عرض وطلب. مع الضغوط اللي حصلت عالميا والحاجة للاستيراد لبعض المنتجات، حصل تحرك منطقي لسعر الصرف في مصر، لكن اللي بنقوله وبالتالي تدخل البنك المركزي برفع الفايدة وفتح وعاءات ادخارية جاذبة علشان يتصدى ده على نمط البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم. لكن الفترة اللي جاية اللي أعلن امبارح الحقيقة
في عناصر كتير قوي غير مباشرة زي فرص الاستثمار في عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق المال، صفقات أسواق المال اللي أتيحت من خلال الشركات اللي هتطرح للقطاع الخاص الفترة اللي جاية. زي ما قلنا الدولة المصرية تدخلت لإجراء إصلاحات مهمة وبتبدأ في مرحلة التخارج من خلال وثيقة الملكية علشان تسمح للقطاع الخاص أنه يبقى له دور بتاعه يتعاظم الفترة اللي جاية من خلال اندماجات واستحواذات، من خلال اتفاقيات إدارة، من خلال عملية تخصيص أراضي صناعية في الفترة اللي جاية لمشروعات حديثة. فكل ده مع الحوافز الاستثمارية وتفعيلها اللي منصوص عليها في قانون الاستثمار مفروض يهيئ مناخ استثماري أكثر جذباً، مع الأخذ في الاعتبار أن احنا كلنا في العالم كله بنواجه تحديات غير مسبوقة في مسألة الوضع في الحرب الأوكرانية. لكن الدولة المصرية أعلنت عن الحزمة دي علشان تفتح الباب لتكون أنها من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار زي ما هو الحال، وهي بالفعل من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا نتيجة للإصلاحات اللي تمت الفترة اللي فاتت. ربما السياسة النقدية جزء لا يتجزأ من ذلك، ونحن نترقب قرار المركز المصري بشأن رفع أسعار الفائدة. هل تعتقد بأنها ستكون كبيرة أم سيلجأ يعني مصر يعني إلى أدوات مثل طرح شهادات في البنوك تخفف ربما من يعني حدة رفع الفائدة في مصر في ظل هذه الظروف والتضخم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار؟ والله دي قرار طبعا بيرجع للبنك المركزي، لكن أتصور أنه ممكن يبقى فيه تحريك بسيط للفايدة، لكن ما حدش يقدر يجزم بده، لأن البنك المركزي لما بياخد القرار ده يبقى عنده معطيات كتير قوي هو اللي شايفها من كل التفاصيل والآثار اللي في الأسواق الموازية، فبيحسبها حسبة متكاملة من وفق البيانات والمعلومات اللي عنده. لكن احنا خلاص يعني فاضل أيام قليلة وحنعرف بالضبط الوضع في الشهر ده هيكون شكله ايه. محمد خضيرة شريك المدير خضيرة وشركاء الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار في مصر، كنت معنا مباشرة من القاهرة، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في مؤشرات الشرق.